نعم، الوضع هنا يبدو كوثر كأنه يسير نحو استمرار هذا المعبر على مستوى المواطنين في نهاية الأسبوع. عادة نهاية الأسبوع يسمح فقط للشاحنات بحسب ما قال بعض شهود عيان هنا، واليوم نتيجة لهذه الظروف الإنسانية هناك عديد السوريين كما تشاهدين خلفي ينتظرون فتح البوابة للذهاب. كان قبلهم تقريبا نفس العدد، تقريبا البوابة للمواطنين تفتح على رأس كل نصف ساعة تقريبا. معي يوسف، يوسف قادم من كهرمان مرعاش. يوسف إذا ما تكرمت، قادم من كهرمان مرعاش وسيزور عائلته في سوريا، لأن هناك إجازة فتحتها السلطات التركية تفرض أو تسمح لهؤلاء بزيارة عائلاتهم نتيجة الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري. يوسف، من أين قدمت وإلى أين تتجه؟ دعنا نشارك القصة كاملة. قدمنا من كرمان. السلام عليكم ورحمة الله. كرهمان مرعش، الحمد لله طلعنا الحمد لله سالمين وعيالنا الحمد لله سالمين. طلعنا من كرهمان مرعش، طلعنا على مدينة الريحاني، بركنا من مدينة الريحاني، وبقى مدينة أنطاكيا فيها صار دمار كتير. صرنا نروح نساعد الدفاع المدني والهيكي، بعدين ما صاروا يخلونا، صرنا نساعدهم بالدفن ودفن الموتى وهيكي. الحمد لله يعني عملنا خير الحمد لله، هاي عند رب العالمين. على الجانب السوري، إلى أين متجه في سوريا؟ متجه إلى أدلب، إلى عند أهلي. صلي والله 4 سنين ما شفتهم، رايحين لعندهم. هذه إجازة خاصة من السلطات التركية؟ إجازات خاصة يعني، لأن بس منطقة 10 ولايات المتضررة من الزلزال. كم مدة الإجازة؟ كم مدة الرخصة التركية؟ 6 شهور الإجازة، أقل شيء 3 شهور. يعني أنت ستبقى في سوريا مدة 3 شهور تقريبا. 3 شهور، لأن مدينتنا كرهمان مرعش دمرت في الكامل، يعني ما ضل دون راو هيكي. إيه، إنما نروح على سوريا صرنا فترة معها. والمناطق المتضررة في الشمال السوري توصلها مساعدات الآن ولا لا؟ أو والله يعني ما عندي علم أنا بهالموضوع هذا، بس منطقة اللي صار فيها الزلزال كتير يعني متدمرة وبحاجة يعني هنا للمساعدات والإغاثات. شكرا يوسف، وطريق السلامة، والحمد لله على سلامتكم. شكرا. إذا كانت هذه شهادة يوسف، وهنا تلاحظون أن الشاحنات الآن بدأت تتحرك تقريبا. كوثر، هذا المعبر للمواطنين وهذا المعبر للشاحنات. الشاحنات تقريبا تدخل شاحنة على تقريبا كل 10 دقائق. البوابة للمواطنين كلما أصبح عددهم 40-50 شخص تفتح البوابة ويدخلون إلى الجانب السوري. كل عائلة هنا تحمل قصة، تحمل معاناة، معاناة يا إما هنا في الجنوب التركي نتيجة الزلزال، أو معاناة لباقي الأفراد في الشمال السوري. خلف هذه البوابة تبدأ الحدود السورية، بل حتى نصف هذا الجبل هنا كذلك تظهر الحدود، يمكن مشاهدة جزء من الأراضي السورية من هنا. وبالتالي يحاولون هؤلاء لملمة جراحهم بأن يبقوا عائلة واحدة على الأقل، أن يجتمع الشمل. السلطات التركية أعطت ترخيص لمدة 3 أشهر إلى 6 أشهر لمن يريد زيارة عائلته في سوريا.